أحسن الله إليكم. في سؤاله قبل الأخير يقول: رزقني الله بمولودة منذ شهر، ونظرا لضيق وقتي وظروف عملي فلا أستطيع عمل عقيقة لها هنا، فهل لو وكلت أحد إخواني بالقاهرة أن يشتري خروفا ويجزي لحمه على الأهل والفقراء يجزئ ذلك؟ المشروع أن تكون العقيقة في البيت، في بيت السكن الذي فيه المولود وفيه أبوه وأمه وأسرته، هذا هو المشروع، أن تذبح العقيقة في البيت الذي فيه المولود ليتوسع أهل ذلك البيت بهذه العقيقة ويطعموا جيرانهم ومن ويتصدقوا على الفقراء منها. أما أنها تذبح في مكان بعيد عن البيت الذي فيه المولود فهذا لا يوافق السنة. نعم.